دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية لدينا. أمام حضراتكم رئيس تركي رجب طيب أردوغان يلتقي بإسماعيل هنية القيادي في حركة حماس، وطبعا هذا اللقاء يتم بالتزامن مع لقاء رئيس تركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. نحن نعلم حرص الشعب التركي الكبير للغاية فيما يتعلق بقضية المسجد الأقصى المبارك وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هناك محاولات من أجل إحداث حالة من حالات الوحدة والاتحاد بين الفرقاء داخل فلسطين الحبيبة. لذلك دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية لدينا. طبعا يعني الضحكات حاضرة لدى السيد إسماعيل هنية، وأمام حضراتكم رئيس أردوغان يتوسط هنية وأبو مازن في مشهد رائع. نتمنى دائما وأبدا الخير للشعب الفلسطيني، وأن تنتهي أي حالة من حالات الانقسام، وأن نجد اتحادا حقيقيا. وشكرا بلا شك للدولة التركية على هذا المشهد الرائع.